18 إصابة كورونا ببعض من مدارس لطيفة. حالات كورونا عم تزداد وكان الرد مو مستاهلة سيدي، ما أنا مستاهلة. طيب خزانات المي يلي أنا براهن من منصة هنا القلمون إنه إلى سنين ما تنظفت. طيب حتى الحمامات يلي هي تعد بؤرة للجراثيم والأمراض يلي من الممكن إنه تكون أخطر من فيروس كورونا. كيف فيك تقنع طفل ما يسلم على رفيقه؟ كيف فيك تقنعه إنه ما يأكل من سندويشته؟ كيف فيك تقنعه ما يمسك قلم رفيقه؟ وحتى لما الدكتور حكى رأيه بكل مصداقية ودقة علمية شلتوه. ليش؟ لأنكم بتحترموا الرأي الآخر. نحن ما عم نطالب بتسكير المدارس لأن نحن بنعرف مطلبنا غير مستجاب، مثل لما طالبنا بإبقاء وزير التربية السابق أنتو شلتوه لأنه وزير محبوب ورغم عن طلبنا. مثل ما الحكومة بتطلب من الشعب إجراءات احترازية ووعي، الشعب بيطلب من الحكومة وعي وإجراءات احترازية بمكان أخذ القرار. يعني لما الحكومة بدها تأخذ قرار لازم تكون شديدة الحذر من ردة الفعل بعد القرار. الله يحمي أطفالنا ويزيد وعي حكومتنا. بختام حلقتنا من وجه تحية شكر للسيد عماد خميس وزير الكهرباء السابق، ومنوجه للوزير السابق ومنقول له كلمة رجع لنا القاطع لو سمحت.